انا فكري بتروح لعند ابو زافر وتاخذ منه مصاري مشان نفتح الدكه. يا لطيف، شو هالفكره الجهنميه يا عيني عليك؟ بس مو هلا، هلا العين عتمت، خليها لبكره. وشو علي؟ وبروح لعنده هلا على البيت. ولك لا، اذا رحت هلا لعنده على البيت ما بيعطينا مصاري، خليها لبكره، من بكره الصبح بتروح لعنده بتاخذ مصاري. بس مع نمس لا تنساني، وبحب ذكرك ايد وحده ما بتسقف. ها اي والله معك حق، ايد وحده ما بتسقف، بس بايد وحده بنشفك كفه بجيبك باخر الحاره. شو نمس؟ شو قلت؟ لك شبك عم نمسح وفي صوتك، وانت بتمون وانا بمون على الرقبه والرقبه، شدادي لعيونك، دكاني، مصاري، حضراني.